متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة، والذي أردنا من خلاله أن نتحدث عن تفصيل طريف في حياة الملكة فيكتوريا، وذلك في علاقة مع كنتها الملكة ألكسندرا. قبل أن نواصل، ندعوك طبعا عزيزي المشاهد إلى الاشتراك في قناتنا وإلى تفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك كل جديد ننشره. يعرف على نطاق واسع أن علاقة الملكة فيكتوريا بابنها الأكبر بيرسي الذي ورث عنها الإمبراطورية وأصبح هو الملك بعدها قد كانت متوترة نوعا ما، حيث لم يكن بيرتي نسخة من والده كما أرادت فيكتوريا. كان بيرتي دائما في نظر والدته مخيبا للأمل، حيث كان متمردا نوعا ما ولم يكن يتقبل الرضوخ الكامل لوالدته. زوجته الملكة فيكتوريا من ألكسندرا الدنماركية التي كانت من عائلة أرستقراطية، حيث كان والدها ملكا، وكانت هي جميلة مثقفة هادئة وتليق نوعا ما بيرتي. ظلت علاقة الملكة فيكتوريا بكنتها ألكسندرا ودية دائما، ويعود الفضل جزئيا في ذلك إلى بيرتي، حيث كان من التقاليد أن تحضر الملكة دائما ولادة زوجة ابنها، باعتبار أن الولادات الملكية قد كانت حدثا عاما، وكان يجب أن يشهد على الولادة كبار أفراد العائلة بمن فيهم الملكة. إلا أن ألكسندرا الدنماركية كانت لا ترغب في ذلك، وكانت تتحرج جدا من وجود الملكة وحاشيتها الكبيرة في غرفة ولادتها. هنا وجد الأمير إدوارد الشهير ببيرتي حلا لذلك، حيث كان ذكاؤه منصبا في مثل هذه الألاعيب في الوقت الذي وصف بالغباء في الدراسة. تريد أمه الملكة أن تحضر ولادة أحفادها، لا مشكلة، أعطاها بيرتي في كل مرة تاريخا خطأ، متعللا في كل مرة بأن الأطباء قد أخطأوا في التقدير. الأطباء أخطأوا، ألكسندرا تلد كل مرة بدون حماتها. والطريف في هذا الأمر أن الخطأ قد تكرر 6 مرات، فلم تحضر ألكسندرا أبدا ولادة كنتها. تفصيل طريف في حياة فيكتوريا وعلاقتها بابنها وزوجة ابنها، أردنا أن نشارككم إياه في هذا التقرير القصير. نتمنى أعزائي أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.